استأنف في الزياره ولكن استأنفت واحد التدابير واحد الاجراءات احترازيه اللي هي صارمه. كما لاحظتوا في الدخله ديال الباب ديال المؤسسه كيتم قياس درجه الحراره ديال الزوار، كيتم تعقيم ديال اليدين، تعقيم ديال الاحذيه، كذلك انه درنا واحد البرنامج محدد بالنسبه للزوار باش ما يكونش واحد التجمهر ديالهم كاملين. درنا واحد البرنامج للاستفاده ديال الزوار والاستفادة ديال السجناء من الزيارة مرة واحدة في الشهر. قسمنا الأحياء والمرافق على حساب مدة ديال الشهر هذا، ودرنا واحد البرنامج محدد وباش ما يكونش واحد التجمهر هذا. درنا كذلك موظفين اللي هما كافيين باش يجيو الزوار، كيجيو كيلقاوهم كيلتحقوا باكرا بالمؤسسة، يعني أي زائر كيجي كيدخل كيقضي غرض ديالو كيمشي ما كيبقاش يتسنى. كذلك درنا واحد السجل التتبع ديال التسجيل ديال المعلومات ديال الناس اللي كيجيو كيولجوا للمؤسسة والمرتفقين باش كيسهل لنا عملية التتبع ديالهم هذا. بالنسبة للقاعات، ديال اللي كدير فيها الزيارة، درنا واحد الواقي اللي هو زجاجي وبلاستيكي كيمنع من كيفصل بين الزائر وبين الساجين. كيتم التعقيم ديال ديك القاعات قبل الدخول وبعد من الخروج. كذلك كيتم وضع الصرامه حتى الجميع على ارتداء ديال الكمامه. بالنسبه للموظفين اللي خدامين ما خصهمش كيرتديو الكوبينيزون، كيرتديو الكمامات، ما خصهمش يغادروا هذاك المكان، خص يبقاو في مرفق ديال الزياره. الموظفين اللي كيعملوا في مرافق اخرى ممنوع عليهم باش يلتحقوا بقاعه ديال الزياره. يعني مجموعه ديال التدابير. كذلك بالنسبه للولوجيات، الناس اللي غيدخل البلاصه اللي غيدخل منها ماشي اللي غيخرج منها، يعني تخدم مجموعه ديال الاجراءات اللي باش الحمد لله باش تمر هذه الزياره هذه في احسن الظروف، وباش ما يكونش واحد شي حاجه اللي ندموا عليها من بعد، باش ما يكونش واحد تفشي ديال الوباء ولا هذا عندنا.